Welcome back to Connect 4 Unit 1 Lesson 2. النهارده هنتكلم عن الجهاز الهضمي والجهاز التنفسي. اول حاجه the digestive system. the digestive system يعني الجهاز الهضمي. اول حاجه في كلمات معانا ماوس، فهم يعني ايه ماوس؟ مري اسوفاجوس، اسوفاجوس المعده، ستومك، ستومك لما دقيقة، small intestine، small intestine لما الغليظة، large intestine، large intestine يهضم، digest، digest يحصل على get، get أسنان، teeth، teeth طاقة، energy، energy يخلط، mix، ماكس مواد غذائية، نيوترونز، نيوترونز. في بعد كده مجموعة من التعبيرات، يستخدم شيء ما لكي، use something to، use something to يصل إلى، arrive in، arrive in يمضغ ب، chew with، chew with يخلط ب، mix with، mix with ينزل إلى، go down، go down يتحول إلى، change into، change into. في بعد كده مجموعة من وظائف الأعضاء، origin العضو، what does it do، هو بيقوم بإيه بالظبط. أول حاجة esophagus اللي هو المريء بيعمل إيه، moves food to the stomach، بينقل الطعام للمعدة، gastric juice العصارة المعدية، digests food in the stomach تهضم الطعام في المعدة. في بعد كده small intestine أما دقيقة بتعمل بالظبط، completes the digestion تستكمل عملية الهضم. في بعد كده مع غليظة، large intestine بتعمل ايه، takes water and salt from food for the body، it removes waste يعني هي بتاخذ الماء والملح من الطعام من أجل الجسم تتخلص من الفضلات. في جزئية بعد كده the respiratory system يعني الجهاز التنفسي، the respiratory system أنف، nose، nose فم، mouth، mouth رئتان، lungs، lungs حجاب الحاجز، diaphragm، diaphragm يتنفس، breathe، breathe يضخ، pump، pump يسحب، pull، pull ثاني أكسيد الكربون، carbon dioxide، carbon dioxide دم، blood، blood. في بعد كده مجموعة من التعبيرات، نتنفس عن طريق الأنف، breathe through our nose، breathe through our nose يسحب الهواء إلى، pull air into، pull air into يضخ الدم حوله، pump the blood around، pump the blood around يذهب للأسفل، go down، go down يدخل إلى، go into، go into. في بعد كده definition مجموعة من التعريفات، pump يعني pump، to move quickly from one place to another يتحرك بسرعة من مكان لمكان، nose معناها أنف، this is the center of the face توجد في منتصف الوجه، رئتان، lungs يعني lungs، we have two of these they are inside the body لدينا اثنين منهم هما بداخل الجسم. حجاب حاجز يعني ايه، diaphragm، this is a muscle under the lungs يعني هي عضلة اسفل الرئتين، يتنفس، breathe، breathe to take in oxygen and give out carbon dioxide نحن نتنفس الاكسجين ونخرج ثاني اكسيد الكربون. في الجزئية اللي بعد كده نركز في الرياليات،
The esophagus goes from the mouth to the stomach. المريء بيصل ما بين الفم والمعدة. When the food moves from the esophagus to the stomach, the gastric juice digests it. يعني عندما ينتقل الطعام من المريء إلى المعدة فتقوم العصلة الهضمية الموجودة في المعدة بهضمه. في جزئية بعد كده، مرحلة بعد كده، food moves from the stomach to the small intestine to complete the digestion. يعني الطعام ينتقل من المعدة إلى الأمعاء الدقيقة يتم استكمال عملية الهضم. في مرحلة بعد كده، the large intestine is around the small intestine. It takes water and salt from food for the body. It removes waste. يعني إيه؟ يعني الأمعاء الغليظة اللي هي ديت موجودة حول الأمعاء الدقيقة بتاخد الماء والملح من الطعام للجسم، تخلص بعد كده من الفضلات. في بعد كده بالنسبة للتنفس، we breathe through our nose. نحن نتنفس من خلال الأنف. The diaphragm goes down. حجاب الحاجز بينخفض إلى أسفل. The diaphragm pulls air into our lungs. بيسحب الهواء بيسحب حجاب الحاجز الهواء إلى رئتينا. في بعد كده، when the air arrives in our lungs, the oxygen goes into our blood. يعني عندما يصل الهواء للرئة بيتطفى الأكسجين إلى دمنا. The heart pumps blood around our body. يعني يضخ القلب الدم في جميع أنحاء الجسم. في بعد كده، the diaphragm goes up and pushes the air with carbon dioxide out of our lungs. يعني بيتحرك بحجاب الحاجز لأعلى، بيدفع الهواء المحمل بثاني أكسيد الكربون إلى خارج الرئة. جزء بعد كده reading قراءة. When we eat عندما نأكل اللي بيحصل، we use our digestive system to digest what we eat. نستخدم الجهاز الهضمي علشان نهضم ما تناولناه. We put food in our mouths. نضع الطعام في فمنا. We chew food with our teeth. بنمضغ الطعام بأسناننا. Then food goes down the esophagus. بعد كده الطعام ده بينتقل من لأسفل من خلال المريء. It arrives in the stomach. يعني مصل الطعام إلى المعدة. The food mixes with the gastric juice. بتم خلط الطعام بالعصور المعدية. The gastric juice changes the food into a similar form to get energy and nutrients. يعني العصور المعدية ديت أو الهضمية بتغير أو بتحول الطعام لشكل أبسط لكي نحصل على الطاقة والمواد الغذائية. We need the energy and nutrients in our body. نحن نحتاج الطاقة والعناصر الغذائية لأجسامنا. وزي بعد كده، our respiratory system، جهازنا التنفسي. We use our respiratory system when we breathe. احنا بنستخدم جهاز التنفسي لما بنتنفس. We need oxygen in our bodies. نحن بنحتاج غاز اكسجين لأجسامنا. We breathe in air through our nose. احنا بنتنفس الهواء من خلال الأنف. Our diaphragm goes down. حجاب الحاجز بيهبط لأسفل. It pulls air into our lungs. وبيسحب الهواء للداخل الرئة. In the lungs في الرئتين the oxygen from the air goes into our blood. يعني الأكسجين اللي هو المحمل from the air من الهواء بيذهب إلى الدم. Our heart pumps this blood around our body. قلبنا بيضخ هذا الدم حول الجسم. The diaphragm goes up. حجاب الحاجز يرتفع الأعلى. It pushes air with carbon dioxide. بيدفع الهواء المحمل بثاني أكسيد الكربون. Out for lungs. خارج الرئتين. We breathe out. بعد كده إيه بيحصل مثل إيه؟ الزفير. في بعد كده لازم نقرأ ونلاحظ healthy digestive system و unhealthy digestive system. هنا في صور بتوضح الجهاز الهضم الصحي وجهاز الهضم غير الصحي.
ناخد بالنا في شخص هو بيمشي بيمارس رياضه او بيمشي على الاقل، في شخص قاعد قدام فيديو جيمز بيلعب فيديو جيمز، دي بتاكل خضار وفاكهه، دي بتاكل ايه ايس كريم، بيشرب كثير من الماء، دي بيشرب ايه كولا. فالحاجات دي كلها حاجات صحيه بتساعد على جهاز هضمي صحي، اما الاشياء دي كلها بتخلي الجهاز الهضمي بتاعنا غير صحي. فلازم نفرق، لازم نكون عادات تخلي اجسامنا تعمل بشكل صحي. عشان نحصل على جهاز تنفسي صحي، اول حاجه stay away from smoke، لازم تبتعد عن التدخين. تاني حاجه exercise، اتمرن. تالت حاجه put green plants in your balcony، ان احنا نضع كثير من النباتات الخضراء في البلكونه. drink plenty of water، نشرب كثير من الماء. في ملحوظه صغيره، عشان نستخدم اعطاء تعليمات لازم نستخدم فعل الامر، علشان نعطي تعليمات لازم نستخدم صيغة الامر. بنكونها ازاي؟ باستخدام مصدر الفعل. زي ايه؟ stay away from smoke، ابتعد عن التدخين. ابتعد، stay away، stay away. عشان نعطي تعليمات استخدمنا هنا ايه؟ صيغة الامر باستخدام مصدر الفعل. وبكده انتهى درس النهارده، نلقاكم في درس القادم ان شاء الله.